دخلت المريض ده اسمها مسعود مريض كانسر. جاي اشوفها جاي من غزه من الشمال. جاي من غزه من الشمال، انا جاي من الجنوب. نزحه شهر سنه وشهرين. جاي اشوفها ازورها يعني اشوفها، اشتقت لها، مشتاقه لها كثير. امي وخالتي مع بعض، ان شاء الله تجي بالسلامه يا رب ان شاء الله. ايش صار لك ما شفتيناش؟ سنه وشهرين والله. انا اول حرب اسبوعين حرب وجينا سنه وشهرين. وين حيسافر؟ على الامارات. اللي صار معنا اختي معاها كانسر هيا، وطلعونا عشان ودونا على دول الخليج تعالج اختي. فجينا هنا قالوا اول حاجه قلنا الاوروبي، بعده قلنا مستشفى ناصر. فجينا هنا نشوف الحبايب، بنت ابني، بنتي، خواتي، وبارك الله فيكم اللي جابونا هنا. وشفنا وحبايبنا، شفنا الغوالي، واحنا طلعنا من الموت والله، والله من الموت. اتخفى قروسنا، بنتي استشهد معها خمس انفار، ابني استشهد، بنت ابني استشهدت، اخوي وعيلته كلها استشهدوا. 12 نفر راحوا لي، 12 نفر راحوا الي. احنا لا نتمنى شفنا حبايبنا. هاي ماليش لها البلد دي، انا بنتي جاي اشوف بنته. 20 نفر والله راح يطلع 10 نفر من دم ولحم. 20 نفر الغوالي راحوا علي، الغوالي راحوا علي. الله يرحمك يا أم. جبنا عاي كتلة، جعتنا فيه كمان كتلة، بيشيلوا لي إياها مرض. انتوا وين كنتوا؟ وين اجيتوا؟ احنا كنا بجبالية، بس طلعنا شردنا من جبالية. يهودنا دمرونا، كسرونا، الشهداء وين مجا. كيف الوضع في جبالية؟ والله زي الزفت، موت موت.